اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم بلغنا رمضان واكتبنا فيه من الفائزين، واجبر ضعفنا واجبر كسرنا وأصلح أحوالنا وافتح لنا بفتحك يا فتاح. اللهم اجعلنا فيه من المقبولين الفائزين بجنات النعيم. اللهم اجعلنا في شهرنا من عتقائك من النار يا أرحم الراحمين. ارحم والدينا كما ربيانا صغارا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب يا رب فيك رجانا.